انت وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. في مثلا كابلز بيبقوا حابين فكرة يا كريم ايه رأيك، يا فلان ايه رأيك. في ناس تانية بتبقى اللي هي رأيها مصممة عليه او شايفة كده. طبعا انا ما اقدرش اجبر افرض رأيي على حد او اقول لحد اعمل كذا ما تعملش كذا، ان ده حاجة ما تخصنيش، انا بقول رأيي بس. فلما بتبقى العروسة سامحة بحاجة زي كده، طبعا واحنا شغالين لو الميك اب في حاجة بعترض وانا واقف في كذا في الصورة، هتطلع لي الحتة دي كذا، هتطلع الحتة دي غلط، هتطلع كذا. وكتير جدا الميك اب ارتست بيبقوا متقبلين ده، اصل طالما انا قلت له على حاجة تكنيكال في شغله مظبوطة هيعترض ليه؟ من باب ان هو يعترض وخلاص؟ لا اكيد بيساعد، يعني بقنعه يعني ده غلط عشان 1 2 3 كده. مثلا اخترتي فلانة دي ليه؟ بناء على ايه؟ مش مثلا بقلل من فلانة، لا انا بسأل اعرف دماغها هي حبت فيها ايه، ونشوف طب خلي بالك الحتة دي مش هتبقى حلوة فيكي، الحتة دي مش هتبقى لايقة عليكي، فلانة فلانية هتبقى شغلها بالنسبة لك انسب من فلانة مثلا. تمام، كلهم بروفيشنال بس كل حد ليه لون، زي مثلا ما كريم ليه لون في التصوير، وفي فلان ليه لون تاني، وفي فلان ليه لون تاني في التصوير، فكل حد بيختار الحاجة اللي تليق عليه. انت وبس. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوشة الإعلامية انتي وبس.com.